السلام عليكم. معالي السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، زملائي وأصدقائي من السادة الوزراء، الضيوف الكرام، نرحب برؤساء الوفود والسادة السفراء، الحضور الكريم. يسعدني أن أرحب بكم اليوم جميعاً في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. السيدات والسادة، إن هذا المؤتمر الدولي الهام يعد فرصة للقاء أشقائنا من مختلف دول العالم والمنظمات ذات الصلة بقضايا المياه، لتوحيد الرؤى والجهود العالمية حيال دمج قضايا المياه بملف التغيرات المناخية، وتعزيز أواصر التعاون والتبادل العلمي والتقني بين الدول، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه، وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات المائية، بدءاً من طلاب المدارس وصولاً إلى الخبراء والعلماء والسياسيين والتنفيذيين. السادة الحضور، إن لقائنا اليوم يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات متزايدة لتوفير احتياجات المياه وضمان استدامتها، خاصة مع النمو السكاني المتزايد واستمرار التطور الإنساني، وما يستتبعه من زيادة الطلب على المياه. ولا يقتصر الأمر على الزيادة السكانية والحضرية فحسب، ولكن ما يواجه العالم من تغيرات مناخية أصبحنا نشهدها في العديد من الظواهر التي تؤثر على قطاع المياه في كافة دول العالم، مما كان له العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية. ففي عام 2022 فقط تأثر أكثر من 110 مليون شخص في القارة الأفريقية بشكل مباشر بالمخاطر المتعلقة بالمناخ والمياه، مما تسبب في أضرار اقتصادية تزيد عن 8.5 مليار دولار أمريكي، وتم تسجيل 5000 حالة وفاة. نتذكر الرقم 5000 حالة وفاة، 48% منها مرتبطة بالجفاف و 43% مرتبطة بالفيضانات، وفقاً لقاعدة بيانات أحداث الطوارئ بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مما أضاف المزيد من التعقيدات لمساعي توفير المياه بشكل مستدام وبنوعية مقبولة، ووضع تحديات إضافية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس الخاص بالمياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي في ظل الترابط القوي بين المياه والغذاء والطاقة. وهنا لازم أشكر معالي الوزيرة دكتورة رانيا المشاط على مبادرة والبلاتفورم الخاصة بنوافي دمج الطاقة والمياه والغذاء في مصر على مستوى القومي، وتعتبر نموذج يحتذى به في دول كثيرة، نشكرها على مجهودها في هذا الإطار. وفي هذا السياق لا يمكن أن نغفل آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء، مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب. فبالإضافة إلى ما خلفه العدوان الحالي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي حصد أرواح ما يزيد عن 7000 شخص في غضون 3 أسابيع
فقط. نحن نتحدث عن تغيرات مناخية حصدت أرواح 5000 في القارة الأفريقية على مدار عام، ونحن نفقد 7000 روح من المدنيين بسبب تصرفات البشر الغير مسؤولة لفقد 7000 روح في غضون 3 أسابيع فقط. فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياة يجعل هذا الرقم قابل للزيادة بصورة كبيرة. الحقيقة ما أقدرش أعدي غير لما أطلب من حضراتكم نقف دقيقة حداد على أرواح المدنيين في العالم أجمع. شكراً، تفضل. السادة الحضور، إن اختيار موضوع أسبوع القاهرة السادس للمياه العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة للبناء على مخرجات وتوصيات أسبوع القاهرة الخامس للمياه العام الماضي، المياه في قلب العمل المناخي، ليعكس تلك التحديات والعمل على لفت أنظار المجتمع الدولي وحشد جهوده لوضع ملف المياه على رأس العمل المناخي العالمي. السادة الحضور، لعل مصر خير مثال للدول التي تعاني من العديد من التحديات المترتبة على ندرة المياه وتغير المناخ، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار التي لا تتجاوز 1.3 مليار متر مكعب سنوياً، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة 98% والذي يأتي من خارج حدود الوطن. ويبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي عالمياً، وعليه يتم سد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة المقدرة بنحو 60 مليار متر مكعب والطلب على المياه المقدر ب 115 مليار متر مكعب سنوياً عن طريق إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى استيراد ما يفوق 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة أغذية. ويتعاظم التحدي مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر، سواء من خلال ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاستخدامات المائية، أو من خلال السيول الومضية التي صارت أكثر تطرفاً، أو من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلباً على المناطق الساحلية على الرغم من تناقص هطول الأمطار بنسبة تتجاوز 20% خلال 30 عام الماضية. بالإضافة لتأثر مصر بالتغيرات المناخية بسائر دول حوض النيل باعتبار أن مصر هي الدولة الأخيرة في المصب. السادة الحضور، في مواجهة هذه التحديات فإن مصر تبذل مجهودات ضخمة ومتواصلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد الوطني تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء محلياً واستيراده لتوفير الأمن الغذائي، كما تقوم بتنفيذ استثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها من خلال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي وأعمال تطهير وتأهيل الترع والمصارف، حيث تم الانتهاء فعلياً من تأهيل 7200 كيلو متر طولي وجاري العمل في تأهيل 3100 كيلو متر. كما تقوم الوزارة بتأهيل محطات الرفع وإحلال وتجديد 45 محطة تخدم 1.7 مليون فدان، وتحديث
ست محطات للطوارئ وكذلك تأهيل المنشآت المائية المقدرة ب 47 ألف منشأ مائي في جمهورية مصر العربية. هذا بخلاف التحول لأنظمة الري الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية غير المتجددة وتنفيذ 1600 مشروع للحماية من أخطار السيول وحصاد المياه. كما تهتم الوزارة بمشروعات حماية الشواطئ المصرية والتي تم استكمال حماية 120 كيلومتر طولي على الساحل الشمالي باستثمارات أو لحماية استثمارات مقدرة ب 2.5 مليار دولار واستعادة 1.8 مليون متر مربع من الشواطئ المفقودة. مع التوسع في إعادة استخدام المياه عدة مرات لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية مثل محطات المعالجة الكبرى التي تعد أكبر محطتين في العالم، محطة بحر البقر ومحطة الحمام. بذلك يبلغ إجمالي استثمارات الدولة في مجال المياه في التسعة أعوام السابقة 4.4 مليار دولار. السادة الحضور، على ضوء ما تقدم فإن وجود تعاون مائي فعال عابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، ولكي يكون هذا التعاون ناجعاً فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه على مستوى الحوض إدارة مشتركة واعتبار الحوض وحدة متكاملة بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للموارد للمورد المشترك وتجنب الأضرار ما أمكن. واتصالاً بذلك تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة والتي يعد أحد أمثلتها السد الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عاماً على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة. وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي، وهي الممارسات الأحادية الغير تعاونية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021، وهو ما يشكل استمراراً خطراً وجودياً على أكثر من 100 مليون مواطن على أرض مصر. فبالرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضرراً، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي. ففي حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول، قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من 1,100,000 شخص من سوق العمل وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية المصرية، بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة الشرعية، الهجرة غير الشرعية. كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية. وعلى الرغم من ذلك تستمر مصر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد المذكور،
على النحو الذي يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي. مع الحيلولة دون إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري وبما يحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع. كما تحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل جميعاً ونقل الخبرات المصرية لها في كافة المجالات، وهو ما يتمثل في العديد من مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها الدولة المصرية في دول حوض النيل، مثل مشروعات مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والمساهمة في الحد من مخاطر الفيضان والحفاظ على القرى والمدن المطلة على البحيرات من أخطار الفيضانات، وكذلك إنشاء خزانات حصاد مياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية وإنشاء محطات مياه للشرب من المياه الجوفية، بالإضافة إلى إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات وإنشاء مراكز للتنبؤ. كما تهتم مصر ببناء القدرات لكافة الفنيين من مختلف الدول الأفريقية. وعلى الصعيد الدولي انخرطت مصر وبفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية التي تهدف لتحقيق المزيد من التعاون الدولي في التعامل مع قضايا المياه وتحدياتها، حيث تمكنت مصر خلال رئاستها لمؤتمر COP27 وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي من خلال تنظيم مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي واستضافة جناح خاص للمياه ويوم خاص للمياه للمرة الأولى في تاريخ الكوب، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه AWARE Actions for Water Adaptation and Resilience، والتي تهدف لتنفيذ مشروعات على الأرض، مشروعات فعلية على الأرض بالدول الأفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية. كما تم تتويج كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع Covering Decision الصادر عن مؤتمر المناخ COP27. وقد كان لأسبوع القاهرة الخامس للمياه لعام 22 دور هام في الإعداد لفاعليات مؤتمر COP27. كما تشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة AMCAW African Ministers Council on Water لمدة عامين، حيث تعمل مصر جاهدة خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الأفريقية، فضلاً عن إبراز تحديات القارة على الأجندة العالمية، حيث تم تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي Pan African Center تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARE. والمعني بتنفيذ حزم تدريبية متنوعة في شتى مجالات إدارة المياه من أجل بناء كوادر قادرة على التعامل مع ملف المياه في ظل التحديات المتفاقمة المرتبطة بتغير المناخ. كما تواصل مصر مساعيها من خلال مشاركتها الفعالة في كافة المحافل الإقليمية والدولية وإجراء مناقشات مع المانحين لحشد المزيد من التمويل لتحقيق الأمن المائي في القارة الإفريقية وتحقيق رؤية أفريقيا للمياه 2025 وما بعدها بما يتماشى مع أجندة أفريقيا 2063 أفريقيا التي نريد Africa we want. ونذكر في هذا الإطار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد هذا العام للمرة الأولى منذ 46 عاماً، حيث قامت مصر بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلي الثالث Interactive Dialogue 3 حول المياه والمناخ، والذي أسفر عن توصيات هامة تساعد في رسم خارطة الطريق لعقد المياه
عقد الأمم المتحدة للمياه المقرر في 2028. كما تشارك مصر بصفتها رئيس المجلس الحالي لوزراء المياه الأفارقة بإدارة الحوار الإقليمي الأفريقي للمنتدى العالمي العاشر للمياه 10th World Water Forum المزمع عقده في بالي إندونيسيا عام 2024، وذلك لتأكيد تضمين الرسائل والأولويات الأفريقية وتدمينها بالأجندة المائية العالمية. ويأتي أسبوع القاهرة السادس للمياه الذي نشهد بدء فعالياته اليوم كحدث تحضيري لمؤتمر المناخ القادم COP28 والمقرر عقده في غضون شهر من الآن بدولة الإمارات العربية الشقيقة، حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عن أسبوع القاهرة السادس للمياه كمدخلات لفعاليات المياه في مؤتمر المناخ COP28. السادة الحضور، ختاماً أحمد ربنا يعني إن إحنا لسه مش مكملين. ختاماً أود أن أؤكد على سعادتي بوجودي معكم اليوم في هذا الجمع الكريم، وأشكركم جميعاً على المشاركة، وأود التأكيد على أهمية المناقشات المتوقعة خلال هذا المؤتمر في ضوء حلول مشتركة في وضع حلول مشتركة لتحديات الندرة المائية وتغير المناخ والأمن الغذائي التي يواجهها المجتمع الدولي، وبلورة رسائل واضحة وتعهدات ملزمة لكافة الأطراف للعمل التشاركي والتعاون الإقليمي والدولي لتوحيد الجهود لمواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، وحشد الجهود من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا وللأجيال القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.